السلام عليكم إخوان، مرحبا بكم في فيديو جديد. هذا عصام وهذه قناتي سامسونج. اليوم في هذا الفيديو غادي نتكلموا على خدمة الضمان المالي. هذه الخدمة هي اللي كيقلبوا عليها الناس بزاف في الانترنت. كنت كنجي نشوف شحال من واحد كيسولني كيقول لي يا خويا عصام، بغيت ناخذ واحد لاشين ولا بغيت ناخذ واحد لاباج، ولكن كنخاف من النصب، كاين النصابة بزاف وداك الشيء. انا باغي انفيستي ناخذ واحد لاشين ولا واحد لو سيت ولا واحد لاباج ولا واحد الانستغرام، كونت ديال الانستغرام ولا اي حاجه من الانترنت، ولكن كنخاف من النصب كثار النصابة. شو ديما دابا راه فما تقلب في الفيسبوك ولا تقلب في هذه لي باج، تلقى ديما تلقى بزاف الناس باغيين يبيعوا باج ديالهم ولكن نصابة، كتلقى النصابة اكثر من القياس. لهذا نجبت لكم واحد الحل، هذا حل زوين. كاين هذا لو سيت، هذا لو سيت سميتو escrow.com. هذا escrow.com هو واحد لي سيت فيه كيدير الخدمه ديال الخدمه ديال الضمان المالي، وهو اللي كيوفر لك التعاملات امنه. هو احسن سيت للتعاملات الامنه عبر الانترنت، هذا هو احسن سيت. هاد السيت انا نشرح لك خطوه بخطوه، راه ساهل، ماشي شي حاجه صعيبه، ساهل. هو فيه جوج حوايج المهمين. منين كتخرج بعد انا من لو سيت ونعاود ندخل ليه ندير سين اوت باش يبان لو سيت. اوكي باك تو هوم. فوالا، هذا هو لو سيت ملي كيدخل في الاول. السيت كيكون داير بحال هكا، كنجي انا باغي نشري ولا انا باغي نبيع. انا باغي نشري، غادي نجي ندير باي هنا دومين، دومين كاع داكشي ديال الانترنت كندير دومين. الثمن بشحال غادي نشري، كنشوف الثمن بشحال غنحد، بشحال غنحددو حنا بعضياتنا. لاباج غادي ناخدها من عنده بواحد، نقولو حسبها لي $80، 800 درهم حسبها لي هي. كيت ستارت ناو، هنا غيقول لي كيت ستارت ناو، خاصني سينجا خاصني نشارك. فوالا، هنايا كيقول لي دير ديجا كري، غادي ندخل. فوالا، هنا غيقولوا لك سينجا، انا ديجا كري. المهم اون فوا كدير ايميل ديالك وموط باس كدير سينجا. انا غادي ندير لوغين، ندير لوغين. ندير مود باس سيكيور لوغين، مرة عندهم ديجا داكشي كلشي سيكيوريتي مزيان. فوالا، انا ديريكت، انا ملي دخلت هما عطاوني ديريكت، قال لي ستارت ترانزاكشن. شنو غادي ندير؟ هنا كنديرو العنوان ديال الترانزاكشن اللي غدوز بيناتنا. انا باغي نشوف عنده واحد الويب سايت، غادي نديرو ويب سايت ترانزاكشن. انا باير، فوالا شحال باغي نشري؟ نشري هاي، باغي نشري سيت $80. غادي ندير هنايا، خصني ندير هنايا ايتم نيم. ايتم نيم هي شنو؟ سميت لاباج ولا سميت لو سيت. يعني بحال غادي يكون عندنا واحد www، نديرو لو سيت ديالو www، نقولو samsoft.fr ياك. ايتم كاتيجوري، راه درنا حنا في دومين، غنهودو دابا هنا الويب سايت. منين خرجو لينا هنايا لي كاتيجوري، درنا ويب سايت. هنا ايتم ديسكريبشن، هاد الايتم ديسكريبشن ركزو عليها مزيان، هادي اكثر حاجه تركز عليها. علاش؟ حيت هادي غادي تعطي فيها الديتاي ديالك. هنا نقولو بلوغ ياك، غنديرو فاصله، وهنا غنعطي الديسكريبشن كامله اللي كاينه بينك وبينو، سواء كنتي باير سواء كنتي سيلر. كدير هنايا اشنو فيه هذاك لو سيت. سيت عندي بلوغر، فيه لي باج، واحد عشرات لي باج ولا هادي. عندي شانيل يوتيوب فيها
37,000 ولا فيها 10,000 ولا فيها 1,000 ولا فيها 2,000، كدير دي ديتاي ديالها فيها الكونت ديال، كدير الكونت ديال سميتو ديال الادز الا كنتي تاخدها، كاع لي ديتاي، تركز على الديسكريبشن مزيان، تعمرها بلي ديتاي مزيان، ودير ادد ايتم. ملي كدير ادد ايتم دونك صافي، انا درت فيها غير بلوك، مي غير انت حاول ديتاي فوالا، بغيتي تاخد لاباج ولا شي حاجه ولا لو سيت ولا اي حاجه، ديرها بيان ديتاي. علاش؟ باش تكون هي النقطه الفاصله بينك وبين سواء البائع ولا الشاري، منين غادي يبغيو يفصلوا بيناتكم، لا وقعش بيناتكم شي مشكل، السيت باش يبغي يفصل بيناتكم خاصو يلقى باش واحد النقاط اللي نتوما مركزين عليهم كاملين، خاصو يلقاهم بيان ديتاي باش حتى واحد ما ينصب على الاخر. فوالا دير ادد ايتم، شنو غايقول لك هنايا؟ هنا فوالا ملي كدير ادد ايتم صافي، راه هي كدوز ترانزاكشن، كتهبط لتحت كتلقى كيقول لك اعطيني هنايا، دابا انا باير، يقول لي اعطيني ديتاي ديال البائع السيلر، هنا غندير الايميل ديالو، وهنا غادي ندير نمرة التليفون ديالو. اون فوا غادي ندير الايميل ديالو ونمرة التليفون ديالو، وغادي ندير اي هاف ريد ان اجري، غادي ستارت ترانزاكشن، غادي يصيفطو ليه ميل. فوالا غيصيفطو ليه ميل، شنو غيجي في هذاك الميل؟ واش غي اكسبتي ولا لا؟ فوالا انت انا كباير، انا اللي غنخلص، غنخلص 80 دولار اللي بشحال غادي نشري لو سيت، وغنخلص 10 دولار ديال انترميديير، حيت انا اللي شاري، انا اللي خاصني انترميديير اللي يحميني. فوالا ابخي ملي كنديرو هكا كيصيفطو ليه هو ميل، نفس الميل، نفس لوبيراسيون تا هو كيدخل كيشارك، كيصيفطو ليه ليام باش يشارك، كيشارك هو على اساس انه سيلر، كيدير ديسكريبشن تا هو نفس هادشي اللي وريتك، غير هو انت ديت، انت باير هو سيلر، نفس الديسكريبشن اللي كيدير، كيدير طاييها، كيقول لهم راه لو سيت ملي كيوقع واحد النزاع بينك وكدير واحد اليوتيوب حاجه سمح شحال شنو فيها بيان ديطاي، كدير هنايا لانسبكسيون بيريود، يعني هاد لا بيريود واش نهار يومين ثلاث ايام على حسابكم نتوما، انت ديما ندير فيها بحال دابا اللي كنت تشري من عنده هادي، دير فيها تقريبا واحد اربع ايام ولا سيمانه، الا كنتي شي لعيبه شي باج ولا شي حاجه اللي بغيتي بيناتكم تكاد دير واحد ان سومين، صافي واحد ان سومين، انت ما كتاخذش الفلوس وهو ما كياخذش سميتو، صافي كتبقى لاباج عندك نتايا، هو راه ما كياخذش الفلوس، كديروا التاس ان فوا كدوز ترانزاكشن بيناتكم، هما كيبقاو هنا، كدير لانسبكسيون بيريود، شحال ديال البيريود اللي بغيتيهم تبقى بيناتكم، يعني باش يلاه يتخلص فيها هو وانت تاخد لاباج، فهمتي بحال درتو لاباج بيناتكم، كديروا هنايا لانسبكسيون بيريود دي. ديال اوبيراسيون اللي نسيت هي هنا لانسبكسيون ديال بيريود دي، هي انه كديروا واحد لادات اللي غياخذ فيه هو الفلوس ديالو، انت راك كيف كتاخذ، انت كيف انت كباير كيف كتاخذ واحد لو سيت ولا واحد لاباج من عنده، انت كدير لهم ساتيسفاكسيون ديالك، يعني انت اللي كدير هنا لا بيريود دات ديالك، كدير بيريود دات كباير ماشي سيلر، باير هو اللي كيدير لا بيريود دات، المهم باش نكون فاهم، باير هو اللي كيدير لا بيريود دات تما باش كيحميو ليه حيت هو اللي عاطي الفلوس، وهو اللي ميمكنش ينصب، فهمتي الفلوس ديالو باقي مشدودين، اون فوا كيقول لهم الباير بانني انا راه شديت خديت كلشي، خديت كيعطيو السيلر فلوسو، كيشد الفلوس ديالو صافي، كدوز لوبيراسيون بامان، كتمشي لك انت واحد 10 دولار على حسب، على حسب شاك اوبيراسيون، نقدروا دابا هنا اللي درنا هنا نقولوا نديروا هنايا واحد 800 ولي ديال 80 نديروا 800، شو ابديت ايت غادي تبان لك شحال غياخذوا هما، فوالا ها هي انت كاع بحالها، ها هي 700 قلت 800 دولار، وغتمشي لك منها واحد 250 درهم تقريبا 25 دولار، ربح لوبيراسيون اوليو ديال غادي تمشي لك واحد 800 دولار تخلص على واحد 25 فرانك تقريبا 250 درهم 25 دولار، اوبيراسيون ديالك غادي تدوز في امن وامان، ما غياخد هو الفلوس ديالو، انت غتعطيهم حتى الكونفيرماسيون بانك هذاك الشيء اللي بيناتكم في الديسكريبشن
هو هذاك اللي كاين. اخوان نتمنى الشرح ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. وحاجه اخرى، هما لي سيت اللي تقدر، المهم هما لي سيت اللي تقدر تشري منهم. عندك هذا فيم سواب، هادو هما هاد لي سيت شنو نقول لك، مضمونين، هادو مضمونين مزيان اللي تقدر تاخذ منهم لاشين ديالك يوتيوب. عندك هذا، وعندك هذا اللي تقدر تاخذ منه كاع لي سميتهم، سواء انستغرام سواء فيسبوك سواء تيليجرام سواء هادو زعما بضمان، عندهم ضمان ديالهم، هادو مزيانين في البيع. الا يعني بغيتي تشري من عندهم فيسبوك بغيتي تشري هادي، غير انت ركز ديما ملي تشري سواء فيسبوك سواء هادي هادي ديما امسح ادز وركز وشوف فلاشين، فلاشين يوتيوب ديما نشوف، شوف هذاك سميتو هذاك المنحنى الزمني ملي تدخل تشوف لي فيو، شوف واش كيطلع وكيعود. سمعتي، شوف ديما هذاك المنحنى الزمني ديالو واش كيطلع كيهبط ديما. الا كانوا كيطلعوا هابطو دونك راه لاشين محركه. اما الا كان ديما استقر سيرو، عرف ان هادوك راه غير فيك سبسكرايبر وما خدامش لك لاشين ديالك. ايوا الخوت، نتمنى ان الشرح الاعجاب ديالكم. الا ما كنتيش ديجا مشارك في القناه، مرحبا بكم في القناه. كان معكم عصام، كانت هذه قناه سامسونج. نتمنى لكم نهار مبروك، ساعه سعيده.